احنا رحبنا بزيارة الاخ العزيز هادي العامري، ورحبنا بباقي اطراف الاطار التنسيقي، مرحب بهم. والان رفع الفيتو عن دولة القانون باستثناء شخص واحد، وبالتالي احنا من هو رحبنا الشخص؟ سيد بانه سيد لحظة لحظة سيد، هذا كلام قوي. نعم رحبتوا بكل دولة القانون ورفعتوا نعم الفيتو عن دولة القانون وبقيتوا خطية شخص، من هو هذا الشخص؟ الشخص هو رئيس دولة القانون الأستاذ نور المالكي، اللي احنا من الآن خلينا عليه يعني هذا الفيتو. هذا مو فيتو شخصي أو نفسي أو كذا مثل ما تصور باقي الجهات، وإنما هذا أثر يعني تراكم الأخطاء الكبيرة اللي مررنا بها أثناء الحكومات السابقة. احنا يا أخي ما عايدة السلطة عنا، احنا نرأس بلد ونريد نقود بلد وعندنا مشروع كبير. احنا اللي 18 سنه تراكمت هاي الاخطاء، كيف نجاوب الشارع عليها؟ احنا هم عندنا جمهور وهم عندنا بالتالي مناصرين، ان شلون راح احنا اللي سلم نص البلد الى داعش طلقه واحده؟ شلون نحل مشكله الحدود اللي كانت سائبه؟ شلون نحل مشكله الكهرباء اللي لحد الان ما انحلت؟ الخدمات غيرها. فبالتالي احنا هذا الفيتو هو فيتو تصحيحي يعني هذا بالتالي